مرحبا. عناوين جديدة وأخبار ملفتة نالت نصيبة من التداول بين رواد السوشيال ميديا ورح نتعرف عليها بجولة اليوم. رح نبدأ من عند خبر أثار موجة غضب بين أصحاب الإعاقة السمعية. أما بتاني أخبارنا فخوف وهلع بمول بأمريكا نتيجة إطلاق النار. وختام جولة لوغ إن لليوم مع خبر صادم لقرار محكمة بريطانية بإنهاء حياة طفل وإزالة أجهزة التنفس الصناعي. ورح نبدأ سريعا بأول لوغ إن على تويتر. كتير ممكن نسمع أخبار عن انتحال شخصيات، ويمكن نسمع أخبار كمان عن حوادث نصب واحتيال، ولكن لما توصل لمرحلة التمثيل بأنه الشخص من أصحاب الإعاقة السمعية بس لحتى يكسب المال فعلى الدنيا السلام. انتشر مقطع فيديو لسيدة تعودت تظهر مع طفلة بتقول إنها بنتها، ولكن هي السيدة على أساس إنها من أصحاب الإعاقة السمعية وعملت ضجة واسعة على السوشيال ميديا لحتى يرد عليها ناشط يمني من أصحاب الإعاقة السمعية ويوضح إنها من تحلي هالشخصية. وادعاء هي السيدة أثار نقاش واسع على السوشيال ميديا، فكتار قالوا إنه هاد اسمه نصب واحتيال على الناس، وناس دافعت عنا وقالت الله أعلم شو هي ظروفها لحتى ترجع تطلع مرة تانية وترد وتوضح إنه عن جد ظروفها صعبة، كرمال هيك هي يمكن عم تتصرف هذا التصرف. بس هالتبرير يمكن كتار ما قبلوه، وخصوصاً الناشط محمود يلي هو أساساً من أصحاب الإعاقة السمعية ويلي قال إنه أنا يلي عندي صعوبة وأنا يلي بحق اللي أحكي عنها مو أنتي. هذا الشيء يمكن خلاها تفقد الكثير من التعاطف بين الناس معها. يعني مثل ما السوشيال ميديا إلى وجهها السلبي ووجهها الإيجابي، كتار ممكن يمكن يتصرفوا بكتير من الأوقات بطريقة سلبية بس لحتى يجيبوا فيوز ويحصلوا على نسب متابعة ومشاهدة عالية وبالتالي مصاري أكثر، ولكن ما في أي مبرر ممكن يمكن ينتحل شخصية شخص على أساس أنه هو مريض كرمال هذا الشيء، فشوي بدنا نوقف ونفكر بالقصة. تاني أخبار جولتي ولوج إن جديدة على تويتر. عاش رواد مول أوف أمريكا ساعات من الذعر من بعد ما دخل مسلح لأحد المتاجر وبدأ بإطلاق النار بطريقة جنونية مثل ما تم وصفها، وتسببت هي الأعيرة النارية حالة من الرعب والخوف بأكبر مركز تسوق بالولايات المتحدة، وعمل هالخبر ضجة واسعة بالبلاد خصوصاً مع انتشار هيك نوع من الحوادث بالفترة الأخيرة ويمكن استخدام السلاح بشكل مبالغ فيه. أما الشرطة فأشارت أنها تدخلت لمواجهة واقعة قيد الحدوث، وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هروب عائلات كثيرة من هذا المول بالوقت اللي صار فيه إطلاق نار وبهذا المجمع أو مجمع التسوق الضخم. أما إدارة المركز فأعلنت فوراً عن الإغلاق التام بالوقت الحالي اللي صار فيه هذا الإطلاق للنار. طبعا غير مقطع الفيديو او مقاطع الفيديو اللي بتصور هروب العائلات، في مقطع فيديو خاص بيظهر من خلال الشخص اللي دخل لاحد المتاجر وهو عم بيصرخ وبعدها تم سماع صوت اطلاق نار. طبعا دخلت الشرطه فورا واعلن انه ما في اي اصابات وانه ما تم القاء القبض على هذا الشخص لحد هذا الوقت، ولكن عمليات البحث مستمره وحتتم المحاسبه باقصى سرعه. Shots fired today inside the Mall of America. We've synced up these two videos based on the gunshot audio, two different angles of the incident. ختام جولتنا اليومية رح نروح فيها على بريطانيا ولوجين أخيرة على تيك توك. قضية الطفل آرشي صاحب 12 عام عم تشغل اليوم يوميات آلاف البريطانيين، خصوصاً من بعد قرار المحكمة العليا بوقف عمل الأجهزة اللي عم بتخليه على قيد الحياة. وبالتفاصيل بتقول دانس باتريس بوالدة الطفل أنه المحكمة العليا البريطانية سمحت بتقديم طلب للمحكمة الأوروبية
ولكن قيدت الدعوى بجدول زمني، فإذا ما قدرت المحكمة الأوروبية من مساندتها لهي العائلة ممكن يصير أو يتم تنفيذ قرار المحكمة. هي القصة عملت غضب كبير لأنه وضعها الطفل هيك. رح أحكي لكم شو السبب. هو بسبب مشاركته بأحد تحديات تطبيق تيك توك أدى لحصول تلف بدماغه من بعد ما انطلب من المشاركين خلال هذا التحدي بقطع الأكسجين عن الدماغ، وأدى سابقاً هيك نوع من التحديات يمكن لوفاة مجموعة كبيرة من الأطفال والمراهقين الآخرين. طبعاً الغضب الكبير يلي صار ضد التأثيرات السلبية لتطبيقات السوشيال ميديا، ولكن الغضب الأكبر يلي صار هو ضد قرار المحكمة يلي لقت إنه ما في فائدة من إبقاء الأجهزة التنفسية لهذا الطفل. وهيئة مؤلفة من 3 قضاة بالمحكمة العليا قرروا أنه يسحبوا الأجهزة، وهالتصرف يمكن يعد صحيح من الناحية القانونية عندهم. أما أهل الطفل فلجأوا لمحكمة حقوق الإنسان من بعد هالقرار، ويلي اعتبروا أنه ابنهم بعده عايش وبعده عم يتنفس، وحرام ما حدا بيحق له أنه ينهي حياته بهي الطريقة. والأهل لحد اليوم عم بيناضلوا ولكن من دون جدوى بهي المحاكم البريطانية خلال الفترة الماضية وخلال الفترة الحالية. وكل هذا النضال يمكن لحتى يمنعوا مستشفى لندن من إيقاف الجهاز الخاص بالتنفس الصناعي. كومنتس كتيرة وجدل واسع على يمكن السوشيال ميديا ورواد بتخص موضوع هذا الطفل، والكل غالبا متفق انه حرام ننهي حياته لانه بالنهاية طفل، وممكن يعني ما بتعرف شو الله ممكن يكون كاتب ممكن يكمل. هي اخبار جولة اليوم من لوج ان، ولهون بتكون خلصت اخباري. لكل الاشخاص يلي حابين يشاركونا الاخبار او الفيديوز الترند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، بتقدروا ببساطة تفوتوا على صفحة لوج ان او حتى على صفحة قناة سما الرسمية وتشاركونا الكومنتس والتعليقات وحتى الترينت يلي حابين نحكي عنها. ومع الخبر أنا بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية، برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بجولة جديدة ولفة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.